بسم الله، نشوف ازاي نعدل في الجريد. لو انا عملت سيلكت كده بيبدأ يجيب لي الجريد دهوت من الفاميلي. تقدر تربطه بسكوب بوكس لو انت عندك سكوب بوكس موجود. سكوب بوكس ده بنعمله منين؟ من فيو. بنلاقي عندي هنا سكوب بوكس، هنعمل سكوب بوكس بالشكل دوت. ممكن اجي هنا اقول له خليك مرتبط بالسكوب بوكس، بحيث لما السكوب بوكس يتغير هو بيتغير معي بالشكل دوت. تمام، ممكن تعمل سيلكت لكل دول وتقول له خليكم مرتبطين بالسكوب بوكس دوت. ده بيسهل شويه ان انا اعدل فيه الجريد. طيب هعمل سيلكت كده واقول له ده النيم. لو عايز اغير الاسم ادخل هنا ايديت. طيب بتلاقي عندك الرمز، هنبدا نشوف يتغير عدل منين، من الفاميلي هنا. وهتلاقي عندك السنتر، الخط نفسه ممكن تخليه نون او كاستم. نون هيبقى بالشكل دوت. تمام، او تقدر تختار كاستم زي ما انت عايز. تقدر تختار التقل بتاعه من 1 ل 16، كل ما يكون رقم اكبر كل ما يكون الخط اسمك. اللون بتاعك زي ما انت عايز، ممكن مثلا تخليه ازرق. ممكن تختار بقى البثر اللي هو الخط نفسه هيبقى عامل ازاي. ممكن مثلا تختار هاتش معين، حاجة هيدي مثلا. خلينا نختار هنا كونتينيوس. هنا عايز تشوف الجريد ده من ناحيتين ولا من ناحية واحدة اهوت. تمام، اللي بعد كده خلينا نشوف بقى موضوع ان انا لو انا عايز اعدل في شكل الجريد ده. وتعمل سيلكت كده وهدخل هنا في الفاميلي، هلاقي انوتيشن سيمبل وهلاقي الجريد دوت. ممكن اجي هنا اقول له ديليت او رينيم او اديت او سيف. ديليت هتلغي، رينيم هتغير الاسم، اديت هتدخل تعدل، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. سيف هتسيف الفاميلي بره بحيث توديها مشروع اخر لو عايز. خلينا ده هنا الفاميلي وهنا التايب. فتقدر من التايب هنا تقدر تعمل سيلكت، تقدر تعمل كريت الانستنس، تعمل ماتش. خلينا اجي هنا واقول له انا عايز اعمل اديت. كده انت بتدخل جوه الفاميلي. تمام، طيب انا عايز ابدا اشوف الخطوط بتاعه الجريد، فاقول له في في، وادخل اقول له انا عايز اشوف الدايمنشن والريفرنس بلان لو موجود. يظهر لي حاجه بالشكل دوت. تقدر بقى تيجي هنا تقدر تغير السيركل او الدايره ديت، تخليها اكبر زي ما انت عايز، حاجه بس بالشكل دوت. تمام، وطبعا تكبر التكست ليك ان انت تعدل فيها زي ما تحب. دي الفاميلي. ممكن تغير الراديوس، يعني عشان اكون صادق معاكم ما بعرفش اشتغل بالوحدات الامريكيه ديت. تمام، فتقدر تعدل برضو التكست بحيث ان انت تخليه كبير. ممكن تلغي ده خالص وتخليه مربع، تخليه دايره، تخليه زي ما انت عايز. يعني دي حاجه up to you. ممكن نقول له مثلا عايز اللاين، واقول له مثلا عايزها بالشكل دوت، حاجه كده مثلا. تمام، وبعد كده هتقول له لود انتو بروجكت، وتروح محاسبه في المشروع اللي احنا شغالين فيه، بروجكت 1. يظهر معاك بالشكل دوت. فسهل جدا ان انت تعدل فيه زي ما تحب.